في مناسبة نادرا ما تحتفل بها الكنيسة في أي مكان، توافد المؤمنون إلى دير القديس العظيم مارجيريس للمشاركة في تطيب رفات ذراعه في جو مفعم بالإيمان والدهشة والانبهار. الشهيد العظيم مارجيريس أمير الشهداء لي معزة كبيرة في قلوب كل المسيحيين وبالأخص هنا في القدس عشان بالقرب من موطنه الأصلي اللد في فلسطين. بروح من التقوى والخشوع فتح صندوق الفضة الذي يضم الذراع اليمنى لرفات مارجيريس وأخرجت بحرص شديد كما هي العادة في كل عام، ثم شرع الكهنة بتطيبها مستخدمين الورد المطحون وماء الورد والزيوت المعطرة في مزيج تنبعث منه رائحة طيبة، ولفوها بكسوة جديدة ووزعوا كسوتها القديمة على جموع المؤمنين لتحل بركته وشفاعته. الذراع الأيمن موجود عندنا هنا في الدير من قديم، طبعا موجود هنا محطوط في أنبوبة فضة كبيرة زي ما انتوا شفتوها جوه في الكنيسة. التطيب بتاعه بيتم، ما فتحناش عليه يعني، كان فتح على الأنابيب القديسين ما بيتمش، ما فتحناش عليه خالص قبل كده، بس طبعا التقليد المتواتر والوثائق الموجودة بتثبت ان ده ذراع الشهيد العظيم مارجيريس. ايد الخضر عليه السلام عشان هو تشهد، فبحطوا كل سنة بحطوه بالطيوب، احلى الطيوب واغلى الطيوب، وهذا كله بيغسلوها مع فيجات وبلبسوه، بعدين بيمسحوا فيها الخشب، هذه خشب رمز يعني مش جسده طبعا، هو لحم ودمه هذا، بس انه رمز لهيك اشي، بعدين بلفوه بطوب. بعدين مش بس إحنا من آمن فيه، يعني مش المسيحية بس، في الأسلام بآمنوا في الخضر. وفي هذه المناسبة تغتنم العائلات المسيحية الفرصة فيرتدي أطفالهم ثوب مارجيريس ليحميهم من كل شر. هو نوع من أنواع الاحتفال، مظهر احتفالي بيختلف من بلد لأخرى، بس هنا موجود بيحتفلوا بالشهيد العظيم مارجيريس، بيلبسوا أتواب بيبقى عليها صورة الشهيد العظيم مارجيريس، محبة فيه وطلب لشفاعته المقبولة عند ربنا. الكنيسة بتسميه سريع الندهة. لبسنا لأنه ندرين أنه نلبسه مشان العذراء والطفل يسوع والمارجيريس يحموه. أكيد إحنا اليوم بشفاعة مارجيريس بنتمنى إنه يحل السلام في بلدنا القدس، في وناس تحب بعضيها، وإحنا كشعب مسيحي مضطهد لازم إحنا نكون أقوى من هيك. ثمة ألقاب كثيرة تطلق على القديس مارجيريس، من بينها الشهيد العظيم أو سريع الندهة، ودائما ما يظهر القديس بأيقونة وهو جالس على حصان يحارب الشيطان الذي ظهر له على شكل تنين في إشارة إلى تغليب الخير على الشر. يعني بمجرد ما حد بيطلبه بيلبي النداء بتاعه بسرعة، فسموه سريع الندهة في طلباته وشفاعاته، دايما بيحب أولاده، دايما بيحب أنه يسرع لنجدتهم، وشفاعته مقبولة جدا عند ربنا. في نهاية القداس طاف الكهنة برفقة خدام الهيكل حاملين الذراع بعد تطيبها، وطافوا بها ثلاث مرات.